إن الخلافة نعمة كالشمس كانت والقمر فوظائف الإسلام منها في انتظام مستقر بستان دين الله منها في ربيع مزدهر وحدائق المهدي قد ناءت بأحمال الثمر يحيا بها غرس النبي محمد غرس النبي محمد خير البشر فترى كتاب الله فترى كتاب الله مفهوم الروائع والدرر ولطالما صرخت بنا الآيات هل من مدكر جاءت خلافتنا سلاما وستمضي كالقدر إن الخلافة نعمة كالشمس كانت والقمر فوظائف الإسلام منها في انتظام مستقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت.